فالشيطان ده شغلته يرسل سراياه يوميا إلى بني آدم لا ينام، وكل قصده أن يسرق هذا القلب. فأنت لماذا تقصر فيه؟ لماذا لا تعمره بذكر الله؟ طب أنت ليه مخلي لسانك عطلان يا أخي؟ أنت راكب السيارة وساكت، مش هقولك مشغل تسجيل ولا بتاع، ساكت أهو، ليه ما تقولش سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ ليه ما تقولش كده؟ ليه ما تقولش سبحان الله وبحمده؟ معطل لسانك ليه؟ رايح ماشي، رايح مشوار، ماشي على رجلك لأي مصلحة، ساكت ليه؟ لماذا تعطل هذا اللسان اللي هو يجيب لك حسنات لا آخر لها؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كان كمن أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، وأحرز 100 حسنة، وحطت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه هذا. يعني الشيطان لا سبيل له عليك في هذا اليوم. اللي أنا بقول لك الشيطان أعدالك، وإبليس بيبعتك شياطين عايز تعمل حرز على نفسك. قول الذكر 100 مرة في مطلع الصباح، قلنا 10 رقاب من ولد إسماعيل، 100 حسنة يحط عنه 100 سيئة تكون حجزا له من الشيطان، ولم يأتي أحد يوم القيامة ولم يعمل أحد يوم القيامة بأفضل منه إلا رجل زاد عليه. طب ما تقول 150 مرة، أنا لما جلست عشان أعد 150 مرة ما كملتش 3 ساعة، 20 دقيقة في يومك بعد ما تصلي الصبح. قول حاجتين، قول الذكر ده 100 مرة على الأقل عشان تاخد الـ4 حاجات دول، أو 150 عشان تبقى أفضل من اللي قالها 100 مرة. خلاص. الحاجة الثانية، قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة؟ نفسك فيها؟ نفسك في دي؟ طب بينك وبين نفسك احلف بالله ان نفسك فيه تاخد كل يوم 1000 حسنة او تحط عنك 1000 خطيئة. انت في اليوم بتعمل 1000 خطيئة؟ عد خطاياك في اليوم. ممكن احد يقول لك لا، انا اقول لك اه. ازاي؟ كل نفس لا تذكر الله فيه ينزل بمنزلة الخطيئة. قال صلى الله عليه وسلم: كل ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله فيها ندم عليها يوم القيامة. طب عايز تاخد 1000 حسنة في اليوم، وكل دي أحاديث صحيحة، أنا لا أذكر في محاضراتي حديثا ضعيفا قط إلا أن أنبه عليه. حديث سعد بن أبي وقاص: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة أو تحط على 1000 سيئة؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يسبح 100 تسبيح يأخذ 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 سيئة. أنا لما سبح 100 تسبيحة ما خدتش مني 5 دقائق، ما أنا مسك الساعة قلت ما أشوف. كل ذكر موقت بوقت ولو أجل أمسك الساعة وأنا بذكر عشان أشوف يأخذ مني كام. وجدت الأذكار التي تعطيك ملايين الحسنات لا تتجاوز 1.5 ساعة في اليوم فقط، ده بخلاف الطاعات اللي انت بتعملها. عرفت الذكر يعني ايه؟ وامركم بذكر الله، فان مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في اثره، اللي هو الشيطان يعني عايز يجيبه عايز يمسكه، ما هو العدو بتاعه، فاتى حصنا حصينا فدخله. وان العبد احصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تبارك وتعالى. يبقى احنا قلنا النهاردة ذكر 100 مرة هتقولها، والحديث ده في البخاري ومسلم اللي هو بتاع 100 مرة. طب حديث آخر أو أخير، قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده إذا أصبح وإذا أمسى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قلت 100 مرة الصبح سبحان الله وبحمده، و100 مرة بالليل سبحان الله بحمده، ذنوبك تمحى. دي تفرط فيها دي؟ فأنا مش فاهم والله، لسانك ده اللي ممكن ترتقي بأعلى الدرجات سايبه عطلان ليه؟ في أي مشوار وانت راكب السيارة يا أخي اقفل الراديو اللي انت عامل لك دوشة ده واشتغل بذكر. فذكر الله تبارك وتعالى أحسن ما يكون المرء منه من الشيطان. إذن حياة قلبك في ذكر الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الذاكرين له والذاكرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.